وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضائلة تعليق قداس يوم الأحد في كنائس العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء إلى إشعار آخر كإجراء احترازي بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد بين مصلين في كنيسة في منطقة الأشرفية بعمان. وتحدث الوزير خلال مؤتمر صحفي عن الإعازة للحكام الإداريين في باقي المحافظات لتجديد التدابير الاحترازية بين جميع المواطنين والمقيمين. هذا وقد قامت نورسات بنقل القداديس الإلهية مباشرة عبر منصاتها الإلكترونية الاجتماعية والتلفزيونية بدون حضور المؤمنين. ومن ضمن القداديس الإلهية التي أحيتها الكنائس المحلية في العاصمة الأردنية عمان قداس في كنيسة مار شربل المارونية، حيث ترأس قدس الأب غازي خوري راعي الكنيسة، يعاونه قدس الأب سامر زكنون والأب رفائيل شفكيان قداسا إلهيا بمناسبة الأحد الثالث عشر من زمن العنصرة. وفي عظة القداس ركز الأب شفكيان على أن السيد المسيح في تعليمه كان دائما يعطي المثل لشرح أفكاره ورسالته ويفسرها لتلاميذه كيف نعيش هذه الأمثال وكيف نواجهها. فالمسيحية هي عيش يومي لتعليم المسيح في الحياة والمجتمع، وهي الطريقة الوحيدة لكي نصل لطريق الله ونصبح على مثاله. المسيح بيسمع كلمة الله منذ طفولته، يتنشأ على تعليم المسيح، وعندما يكبر يكون مؤمناً، يأتي للكنيسة ليس كواجب وليس كحق بل كحاجة لروحه. بالتالي إذا الإنسان اليوم عم يقع بخطيئة، عم يتشرد، عم يبتعد عن كنيسته، عم يكون في شك بإيمانه، عم يكون على جنب الطريق أو عم يكون على الصخر، مش إنه الله حطه هناك. الله كلنا أحبه حطنا بهالعالم، وكوننا نحن المخلوقون واحدون إنه ناخد خيار وعنا حرية القرار والخيار، بالتالي نحن مسؤولين عن حياتنا ونمط حياتنا كيف عم نعيشه. بالتالي دايماً أقول بوعظاتي وبذكرها، المسيحية ليست إنه منروح نتعلم شي شغلة من حتى بفكرنا أو من حبة من حتى بقلبنا. المسيحية عيش يومي لتعاليم المسيح في الحياة وفي المجتمع، وهذه هي الطريقة الوحيدة اللي فينا نوصل إنه نكمل فينا سورة الله ونوصل عمثاله. آمين. ومن كنيسة القديس نكتاريوس تم نقل قداس الأحد الحادي عشر، حيث ترأسه قدس الأب جيراسيموس طاشمان. وفي عظة القداس الذي تحدث به عن رسالة السيد المسيح عن المحبة والمسامحة من إنجيل متى الإصحاح الثامن عشر، حيث قال إن العلاقة مع كل قريب إن لم تكن أساسها المحبة فلا مكان للإنسان بملكوت الله، وأن الملكوت والدخول إليه هناك أسس ونظام وقوانين على البشر الالتزام به، وأن مقياس عدالة الله لنا هي المحبة. الأمر لازم ننتبه إليه من هذا المثل إنه دخول ملكوت السماوات، إنه نكون أبناء لملكوت السماوات وندخل ملكوت السماوات، في إله نظام وترتيب إلهي، وفي إله أسس وضعها الرب يسوع المسيح الله تعالى. من يحقق هذه الأسس يدخل ملكوت السماوات. ومقياس الدخول وأساس الدخول للملكوت السماوي هو المحبة الإلهية، وهذه المحبة مرتبطة أيضا بمحبة الإنسان لأخوه الإنسان. ما بيصير ولا يصح إنه الإنسان يقول عن ذاته إنه هو يحب الله وهو لا يحب قريبه، وهذه كلمات أيضا إلهية مذكورة في الكتاب المقدس وفي رسائل القديس يوحنا. إذن مقياس عدالة الرب هو المحبة، وهذا ما ظهر في محاسبة السيد لهذا العبد. نحن لازم نعرف ونوعى وندرك أيضا
إنه طريقة تطبيق العدالة الإلهية من قبل الله على البشر تختلف بطريقتنا نحن البشر في تعاملنا مع بعضنا البعض، وعدله يختلف عن عدلنا، ورحمته تختلف عن رحمتنا إذا كنا نحن إبعاد عنه. كما ترأس قدس الأب أنطوني هريمات راعي كنيسة العذراء الناصرية للاتين في الصوفية قداساً إلهياً، تحدث فيه عن شخصية القديس بطرس الرسول الذي سلمه السيد المسيح رئاسة الكنيسة. وقد أقيمت الصلاة في الكنيسة على نية زوال وباء كورونا والجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الأردنية في مواجهة الجائحة، والدعاء كذلك للبنان بأن يشفي الجرحى من مصابي تفجير بيروت. وقد قامت الرعية مشكورة بتقديم تبرع مالي إلى متضرري الانفجار. إخوتي، ومن المهم جدا أن ننتبه لأمر هام، وهو أن لا نقامر على مبادئنا، فإما أن نتبعها ونتمسك بها وإما لا. ولقد فهم بطرس هذا الأمر في قصر بيلاطس عندما أنكر معلمه أمام جارية، فكانت نظرة السيد المسيح له في تلك اللحظة أصدق رسالة ليعرف ما معنى عظمة الخيانة، فذهب وبكى بكاء مرا يقول لنا الإنجيل. وماذا كان رد فعل السيد المسيح له عندما خانه؟ لقد سامحه معطيا إياه الفرصة كي يبدأ ومن جديد دون عتاب، دون احتقار، دون أن يرفضه أو أن يطرده. نحن كلنا بحاجة لإنسان يفهم ضعفنا دون أن يحكم علينا أو يحتقرنا. لكن الشيء الذي لم يعمله قط السيد المسيح مع بطرس في مسيرة تقويمه هو أنه لم يجامله قط، ولو فعل ذلك لدى بطرس لخسر فرحة النمو. لقد كان بطرس متأكداً من حب يسوع له، وكان ذلك كافياً ليتبعه. وعندما أعلن عن حبه وإيمانه ليسوع قائلاً أنت المسيح ابن الله الحي، آنذاك وكله يسوع على سفينته، على خرافه، على كنيسته. ارعى خرافي يا بطرس.